الحاضر يعلم الغايب. هو في عبودة بالظبط؟ وفين بابلو؟ بابلو بح بح. يعني ايه بح؟ يعني كان فيه خلص. خلاص بابلو خلص. انا عايز كل واحد فيكم بقى يشوف مصلحته. طب لا مؤاخذة، هو ما جاش قال لنا الكلمتين دول ليه؟ الاخر كده مش مستعنيكم. لا من الاخر، خليه يجي يقول في وشنا الكلمتين دول. ماله حبيبي؟ روح له المكان اللي هو راقد فيه وقول له اللي انت عايزه، بس عشان ما تقولش عبوده ما قالش. خد بالك، المستشفى اللي هو راقد فيها مرشحه حكومي. طب يعني احنا هنسيبه راقد كده ولا ايه؟ اروح ما بعدك روح. وبعدين قدره ايه؟ انا اعترض؟ بصوا لبعض ليه؟ يعني انتوا عايزين تفهموني ان لو واحد فينا اللي راقد مكانه كان عمل غير كده؟ وهنروح ليه بعيد؟ ما البنت الغلبانه اللي اسمها عطيه مرميه يا عيني على كف الرحمن، وبسببه عمل ايه؟ سابها وراح شاف مصلحته. اللي جابت اجله هو ذات نفسه. يعني الراجل فينا ما يجيش تمن مصلحه من بتوعه. ابو ده بقول لك ايه؟ احنا كلنا عارفين ان البنت دي من الاخر شغاله مع طيار، لكن احنا رجالته. يعني انت عايز تفهمني ان لو انت اللي مكان البنت دي كان عمل غير اللي بقوله؟ بص لي في عينيا وراد. لو واحد مننا اللي راقد مكانها كان عمل غير كده؟ ايه؟ ساكتين ليه؟ عشان عارفين ان انا بتكلم في الصح. واللي عايز يروح له يروح، هو حر. بس انا عن نفسي شايف يعني انه ما عملناش يعني اللي ما يعمل عشان نرمي نفسنا وراه في رجلين. انت سهل عليك تقول بح عشان لوحدك وبطولك، لكن احنا ورانا بقى مفتوح عايز تاكل وتشرب. الواحد فينا يعمل ايه يعني يا عبوده؟ وانا اخوكم وما يرضينيش برضك، ورقبتي سداده، بس بشرط واحد بس مفيش غيره. اوامر. اللي عايز يبقى معايا ينسى بابلو ده خالص. عاش بقى مات هو ونصيبه. ها قلتوا ايه؟ معايا ولا مع المرحوم؟ معايا. حلو. تحس كده بقى عايزكم تروحوا فيلة المرحوم تقلبوها عليها وطيها. اقول لكم تجيبوا لي ايه من هناك. تمام؟ تمام. وريني وريني.